مركزي انا اصلا بلعب ديفندر او بلعب سيرد باك، بس الحمد لله لعبت في نشين ديروت، وبعد نشين ديروت قعدت حوالي سنه مبطل بسبب مشاكل في البيت عندي. بعد كده لعبت في الالومنيوم، الالومنيوم نجاح حماد، لعبت نشين، بعد كده مشيت رحت سكر ابو راس، لعبت سنتين نشين، وبعد كده لعبت دراجولا، صعدت دراجولا. بعد كده حصلت مشكله في الشركه فجمدوا النشاط، لما استاذ محمد طلع اشترى سكر الحمديه جمدوا سكر ابو راس خالص. بعد كده رحت منفلوط، لعبت معاهم في الممتاز بيه، هبطنا صعدنا من الفرقه تاني. وبعد منفلوط رحت الرياضيه، صعدت معاهم الممتاز بيه. بعد الرياضيه رحت بوتيج، وبعد بوتيج جيت ملا. وهنا انا كنت بلعب ماتش على ترتان وعملت يومب ونزلت على رجل واحده، فما حسيتش بحاجه. فطلعت بعد الماتش عادي، انا بطلع اتلج على رجلي عادي. جيت بعدها بيومين مش قادر احط رجلي على الارض، رحت نزلت كشفت. بدا بقى من هنا الحيره بقى، ده يقول لي التهابات في الاعصاب، ده يقول لي التهابات في الغضروف. نزلت عملت الرنين والمقطعين ما بينهاش في الاول، عملت اشعه عاديه بينت كان في نظام دايره بيضاء كده. فراح بيقول لي يا شيف لا ده نظام ورم ولازم نتاكد منه عشان ده شكله كبير. بس عملت رنين ومقطعيه تاني في مكان تاني، فراح قال لي ده ورم ولازم في اقرب وقت تسحب عينه عشان نتاكد ان كان حميد ولا خبيث. عملت سحب العينه ورحت وديت التحليل لمعمل فاسيوط، فراح قال لي ده ورم خبيث ومن نوع الشرس ولازم في اقرب وقت يتشال. قلت له رجليا فيها حاجه؟ قاعد يقول لي لا لا. قلت له والله العظيم رجليا فيها حاجه، ما دام طلب مني رنين في وقت زي ده قبل العمليه بيوم رجليا فيها حاجه. جيت خدنا الرنين والافلام وطلعنا، الدكتور قال لي ما تجيبش تقرير، انا عايز الفيلم وعايز الرنين بس. خدت الفيلم والرنين وطلعنا، رحنا راح قال لي ان شاء الله خير باذن الله يا شيف، ان شاء الله تخش بكره الصبح بدري. طبعا انا اليوم ده كله قاعد بالليل هم نايمين، وانا هم عامل نفس ان انا نايم وعمال اقول يا رب استر يا رب استر. صلاه الفجر وقعدت كل انا بقول يا رب استر يا رب استر، برضه ما انا مش العجل ما فيش تغيير مفصل، هو فيه بس في الرجلين لا. فالحل ان انا ابتر، هو بيقول البتر وانا مش قادر اتملك اعصابي، انا بعيط وبقول له لا اله الا الله. يقول لي يقول سيدنا محمد رسول الله، اقول له طيب انت بيقول لي اعمل ايه؟ قلت له توكل على الله. كل ده اللي قلته له، وكل بقول لا اله الا الله الحمد لله لا اله الا الله الحمد لله، وبعيط ما كلمتش رسول الله خالص. قالوا لي يا شريف حوار الوظيفه عشان اسمها خالص، الطرف متكفل بيه بيت العلم المصري، بيت العلم المصري هنا في ملون هم اللي متكلفين بالطرف. وقلت لهم قلت لهم انا قاعد في شقه ايجار بدفع 1350 في الشهر، وكان مصدر رزق كوره وقت ما فيش كوره، يعني برضه حوار الوظيفه ما حدش تواصل معايا خالص، يعني لسه كانت في الاول، ما حدش دلوقتي كلمني خالص.